والرضا بمر القضاء، لأن المسلم يؤمن بقضاء الله خيره وشره. يقول الله عز وجل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لاحظوا ماذا قال، هل قال لنا ولا علينا؟ قال لنا. أمر المؤمن كله خير، حتى ما تراه شرا أو لا يوافق هواك الله أعلم كم فيه من الخير، الله أعلم. قد يفقد إنسان حبيبتيه، شنو حبيبتيه؟ يعني يفقد عينيه، فيصبر فيعوض الله بهما الجنة. شوف وين الجنة للعينين، ما في مقارنة بين هذا وهذا. قد يموت له ولد أو اثنان دون الحلم، فيكونان سببا له إيش؟ دخول الجنة، إشفعان له. قد يصاب الإنسان بالمصائب فتقعده عن المعاصي. كم من إنسان ما رجع إلى الله عز وجل إلا أنه أصيب بمصيبة، حصل وفاة عزيز أو حادث أمامه أو انكسر أو مرض أو صرع جن أو مس، وإلا في هذه اللحظة عرف أن الدنيا ما فيها لا تساوي شيء، فلجا إلى الله وأخذ يصلي ويحافظ على الصلاة ويقرأ القرآن ويعفي لحيته ويصل رحمه ويتأسف من والديه، وصار ما شاء الله من إلى صح، فصار البلاء هذا خير. الإنسان ما يعرف أين الخير. رب العالمين أرحم بعبده من الأم بولدها، صبر الله أرحم بعبده من الأم بولدها. وذاك الأم قد تمنع صغيرها من شيء ربما ينفجر بكاء لماذا لا تمكنه منه، كان يريد أن يأخذ آلة حادة أو آلة حارقة، أو يريد يخرج إلى الشارع فيصاب بحادثة نحو ذلك، أو يأكل طعام مضر أو دواء ممكن يتسمم منه، لو أخذ منه يبكي ما يعرف. فأنت يا عبد الله كذلك، أنت مثل الطفل ما تعرف مصلحتك، قد تذهب إلى الشيء، تتوجه للشيء، تريد أن تسجل في مكان، تسافر المكان، تأكل شيء فلاني، توظف وظيفة فلانية، تتزوج الزواج الفلاني، ما تدري. وأنت بكليتك مقبل لهذا الموضوع، ما تدري أن فيه سوء لك، فيه شر لك، فيه عاقبة سيئة، فيصرفك الله عنه، فربما تحزن، ربما تبكي أنه فاتك، ما تدري. ما في من الخير، الخير فيما يختار الله عز وجل. الله أرحم بعبده من الأم بولدها. فالمسلم المؤمن أهل السنة والجماعة يرضون بمر إيش؟ بمر القضاء. كل ما يقضي الله لك خير، فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فما عليك إلا أن ترضى وأن تؤمن بالقدر خيره وشره.